السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم الكبدة البلدي الاسكندراني. يا رب الفيديو يعجبكم. ونبتدي نتبل الكبدة، اهو فلفل اسمر، ملح، هنحط شوية خل، هنحط نص معلقة كمون، وهنحط عصرة ليمونة، والزيت اهو بعد ما سخن وسيبنا الكبدة دي في التتبيلة دي نص ساعة كده. هننزل بقى على الزيت، وهنبتدي دلوقتي ننزل بالكبدة. الكبده ما تاخدش وقت عشان تستوي. هنكون انا جهزت الشطه والثوم، وارجع لكم تاني اقول لكم هوريكم هنعمل ايه بالظبط. وهنبتدي دلوقتي ننزل بالثوم المفروم اهو، وهنقلبه كويس. طبعا الكبده خلاص اهي، يعني خلاص كده يعتبر خلصناها. فاضل الشطه بقى نحطها وننزل عليها. وننزل بالشطة الخضراء، ودقيقتين بالظبط ونطفي عليها. هوريهالكوا بقى في الاخر وهي مغلية. والكبدة معانا اهي بعد ما استوت، بصوا شكلها عامل ازاي، طعمها بقى ما اقولكمش عليه، كمان طعمها الصراحه تحفه. دي معانا النهارده، عملنا معاكم الكبده الاسكندراني، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.